السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. النهاردة نبدأ مع بعض ان شاء الله بارت 2 من فري اناليسيز. هناخد ان شاء الله النهاردة الافكتيف فاليو والباور كالكوليشن والسبيكترم، ونحل مسائل كده من الشيت والسنة اللي فاتت كده جه مسألتين نحلهم برضو، اتوكل على الله. اخر حاجة جبناها شباب ان احنا كان بيدينا ويف فورم، والويف ديت نبدأ نجيب الفورير اناليسيس بتاعتها، ولتكن كانت طلعت معانا مثلا اف اوف تي ب اي نود زائد سمشن اي ان كوزاين ان اوميجا تي، خلاص، زائد بي ان ساين ان اوميجا تي. ولنفترض ان هي البي ان والاي ان كانوا موجودين، سمشن من الان بإيه بزيرو بواحد لإيه لما لا نهاية. دي الفانكشن بتاعت اللي طلعت معايا. طب نيجي نفكها كده، تبقى هي اي نود زائد اي واحد كوزاين ان واحد اوميجا تي زائد اي اتنين كوزاين ان اتنين اللي هي باتنين بقى اوميجا تي، وهكذا. بعدين بي واحد ساين اوميجا تي، ان واحد دي اللي هي بواحد يا شباب، زائد بي اتنين ساين اتنين اوميجا نوت تي زائد، وهكذا. لو انا هنا عايز اجيب effective value بتاع الكلام دوت اجيبها ازاي؟ قال لي انت عايز تجيب ال RMS value بتاعت ال F ديت. RMS هتاخد جذر ال A node تربيع زائد دي يا شباب ال maximum value. هجيب ال RMS value بتاعتها ازاي؟ ان انا بقول ان هي على جذر 2، صح؟ على جذر 2 تربيع تبقى ب2، وبعد كده اربعة، خلاص؟ يبقى ده تربيع زائد ده تربيع زائد اللي بعده تربيع اللي هو اتنين تربيع. عرفنا ليه قاسمين على الاتنين؟ عشان هي اصلا ماكسيمم فاليو. بعدين زائد هكذا زائد ايه بي واحد برضو تربيع على الاتنين، بي اتنين تربيع على الاتنين، وهكذا. دي كده شباب الافكتيف فاليو، سواء دي بقى الموجة دي كانت عبارة عن كارنت او عبارة عن فولتج، ممكن تبقى اي اوف تي او ممكن تبقى فولت اوف تي، خلاص. فبجيب ال RMS value بالشكل دوت. طب دي ال RMS value. طب انا لو عايز اجيب السبيكتروم بقى اجيبه ازاي يا شباب؟ لو انا في عندي مشكلة، لو انا كان عندي ال wave بتاعتي فيها AN و PN، فانا كده محتاج احولها لساين واحدة بس، يعني ال F of T في الشكل ده هتبقى عبارة عن A node زائد summation ال AN، خلاص، ساين N omega T زائد phi N. طب يا عم انا هجيب الـ AN دي ازاي؟ الـ AN دي هي عبارة عن جذر الـ AN تربيع زائد الـ BN تربيع. طيب والـ Phi هي عبارة عن tan inverse الـ PN على الـ AN، خلاص. هجيب الـ Spectrum ازاي؟ الـ Spectrum هي الـ Orders بتاعت الـ Harmonics. أول Order عندي اللي هو ايه؟ A node. طب تاني Order اللي هو ايه؟ الـ A واحد. طيب اللي بعديه ال A 2 ال A 3، خلاص ال A بعد كده 4، وهكذا. طب ده بالنسبة لو كان أنا عندي A، لو ال waveform بتاعتي ظهر فيها A N و B N، فببدأ أجيب ال A N ده على طول. طب أنا لو ما عنديش A N و B N، لو أنا عندي A N بس أو B N بس، طب خلاص أنا كده ما كنت هاجي أفك ال wave بتاعتي، كنت هقول إن F of T بتساوي ال A node زائد ال A 1 cosine اوميجا تي زائد مثلا ال A2 كوزاين 2 اوميجا تي، وهكذا. ما عنديش ال B، خلاص. لما تيجي تبيق تفك السبيكتروم بتاعتك هتقول ان A N تربيع زائد B N تربيع، و B N تربيع اصلا بزيرو لو انت عندك ان هي بزيرو، فليه ان هي هي ال A N؟ ففي الحالة دي هتقول ان دي الجزء ده هو عبارة عن ايه؟ دي يا شباب عند اوميجا 1 واوميجا 2 واوميجا 3 واوميجا 4، قيمتهم كانت ب A 1 و A 2 و A 3 و A 4، خلاص. طب في حالة ان انا عندي عنصر واحد فيهم بس A N، فهي هي هتبقى بتساوي ال A. ففي الحالة دي انت مش محتاج تروح تجيب ده، انت ممكن تاخد القيم دي على طول، خلاص، وهكذا. و A 3 برضو اللي هي A 3 و A 4، خلاص. يبقى ده انا لو عايز اجيب السبيكترم بتاعي. طيب ناخد بعد كده ايه يا شباب؟ ناخد الباور، خلاص. لو انا عايز اجيب الباور بتاعتي،
لو انا فرضت ان الموجة اللي عندي دي كانت اي اوف تي، وهكذا، وكانت البي ان بزيرو. عايز اجيب الاي ار ام اس، يبقى اجيب الاي ار ام اس بتاعتي، جذر الاي نو تربيع زائد الاي 1 تربيع على الاثنين، الاي 2 تربيع على الاثنين، الاي 3 تربيع على الاثنين، وهكذا. ممكن تجيب لحد العنصر السابع بس، او العنصر ايه التاسع، وكفايه قوي كده. جبت الاي ار ام اس تربيع، يبقى الباور بقى بتساوي ايه بتاعتي؟ مش الباور بتساوي الاي ار ام اس تربيع في الار؟ خلاص، يبقى انا كده جبت الباور بتاعتي يا شباب. او ايه تاني؟ او اقول ان الباور بتساوي الار ام اس فاليو بتاعت، لو انا ده كان عندي فولت، وانا عندي بقى بعد كده ده كارنت وعندي فولت، وكان الفولت برضو عبارة عن موجة بتاعتي مثلا، ولتكن كنت حللتها برضو، وهلاقي ان هي مثلا اي نود بعد كده في واحد كوزاين اوميجا تي، في اتنين كوزاين اتنين اوميجا تي، وهكذا. خلاص، كنت هقول بقى ان انا عندي الباور بتاعتي هي اي نود في في نود زائد اي واحد في واحد على الاتنين. ليه على الاتنين؟ لان انا باخد الماكسيمم فاليو ديت، اجيب الار ام اس بتاعتها اللي هي في واحد على جذر اتنين في اي واحد على جذر اتنين، تبقى في واحد في اي واحد على الاتنين. خلاص، زائد دي يا شباب اللي هي الاي واحد، ودي الاي اتنين، وهكذا، ودي الاي تلاتة. طيب، زائد اي اتنين في اتنين على الاتنين، ومنساش هنا كوزاين الزاوية بتاعت ايه؟ بتاعت الاوردر الاولاني. لو انا عندي هنا في زاوية فاي واحد، يبقى خلاص، يبقى الزاوية بين دي ودي اللي هي كوزاين ايه؟ فاي واحد، هنا كوزاين فاي اتنين، اللي هي الزاوية ما بين السكند هارمونيك بتاع الكرنت وبتاع الفولت. خلاص، اللي هو الباور فاكتور، يعني الباور فاكتور بتاع السكند هارمونيك، الاي 3 في 3 على الاثنين كوزاين الفاي 3، وهكذا. طيب، لو انا جيت اجيب الكيو يا شباب، الكيو تبقى بتساوي ايه؟ ها، في 1 اي واحد على الاتنين ساين، ها، الفاي واحد زائد في اتنين اي اتنين على الاتنين ساين الفاي اتنين، وهكذا. طب لو هو عايز يجيب الباور فاكتور بتاعت التوتال بقى في ويف، يبقى الباور فاكتور في الحالة دي هي عبارة عن ايه؟ تان، لو فاكرين مع بعض كده ان دي كانت البي ودي الكيو، صح؟ الباور فاكتور كان بيساوي ايه؟ كوزاين الفاي. طب دي الفاي، طب مش انا ممكن اقول ان تان الفاي دي بتساوي الكيو على البي؟ يبقى اقول البار فاكتور بيساوي ايه بقى؟ كوزاين ايه؟ عايز اجيب الفاي، يبقى تان انفرس ايه بقى؟ الكيو على البي، عشان دي موجودة في الشيت يا شباب، عايز البار فاكتور. يبقى في الحالة دي مش هينفع اجيب ممكن اجيب البي بس، بس لازم اروح اجيب الايه؟ الكيو. خلاص، بعد كده راح اجيب الباور فاكتور هو كوزاين تان انفرس الكيو على البي. خلاص شباب، يبقى احنا كده عندنا جبنا البي اللي هو الاكتيف باور، والكيو الرياكتيف. الجزء ده يا شباب بنسميه الدي سي. خلاص، الدي سي، عشان كده في الرياكتيف باور ما بدأتش بأي نود في في نود بزيرو، الجزء الدي سي في الرياكتيف باور بزيرو، فببدأ على طول من الفاندامنتال بتاعتي اللي هي الاي سي. خلاص، نبدأ بعد كده شباب. خلاص، احنا كده عرفنا نجيب الباور ازاي، وعرفنا نجيب السبيكترم ازاي. نبدأ نجيب مسألة نحلها. المسألة دي يا شباب جت السنة اللي فاتت، جاب لي الويف فورم ديت، وبعدين قال لي هات الويف فورم ديت بتاع فولتج ويف فورم، يبقى انا محتاج اجيب الفورير سيريز بتاعتها. وبعد كده قال لي لما تجيب الفورير سيريز بتاعتها، قال لي حط مقاومة ب 2 كيلو اوم، واندكتنس ب 10 هنري،
بعد كده استخدم بقى الفيور سيريز بتاعتك عشان تجيب الفولتج اكروس الريزيستنس خلاص. وعايز يرسم الفريكوانسي سبيكترم بتاعت الابلايد فولتج. اول حاجه هبدا افكر فيها هي ايه، هبدا اجيب الويف فورم بتاعتي دي عشان اجيب الفيور اناليسيس بتاعتها. نبدا اول حاجه نعملها ايه، البيريود بتاعتي هنا بكام يا شباب؟ بص هنا كده بتتكرر كل قد ايه الويف فورم ديت من هنا لهنا، اهي بتتكرر كل 2 باي خلاص. يبقى دي التي بتاعتي 2 باي، وهنا الداله بتاعتي في اوميجا تي خلاص. يبقى انا وبعدين هي هنا اود ولا ايفن؟ واضح كده ان الداله ديت ايفن صح، ايفن اهي. محور الواي بتاعي ميرور بالنسبه لي، اللي هنا هو اللي هنا خلاص. يبقى الفانكشن بتاعتي ايفن. طيب طالما ايفن يبقى بتاخدني الى ايه بقى، اقول ان ايه البي ان بايه زيرو خلاص. يبقى انا كده محتاج اروح اجيب ايه، اروح اجيب الاي نود والبي نود، بجيبهم على ايه، على نص الفترة بس. يبقى انا هقول ان الاي نود عبارة عن 2 على تي، 2 على تي من زيرو لتي على الاتنين. هبص هعمل لنص الفترة بس اف اوف تي دي تي صح، بس انا عندي ايه بقى في اوميجا تي، ف اف اوف اوميجا تي دي اوميجا تي خلاص شباب. طب والاف اوف اوميجا تي بتاعتي من زيرو لتي على الاتنين، يعني من زيرو لكام تي على الاتنين اللي هي باي، من زيرو لباي بتساوي هنا 500 من زيرو فين، من زيرو لحد باي على الستة بس. وبعدين بتساوي زيرو من باي على الستة لحد ايه بقى يا شباب، لحد الاتنين، لحد الباي بتاعتي. بأول حاجة راح اجيب ال A نود باتنين، التي بكام، باتنين باي. بعدين من زيرو تي على الاتنين، 2 باي على الاتنين اف اوف اوميجا تي دي اوميجا تي، 2 فواحد على باي، تكامل من زيرو لباي خلاص. من زيرو لباي في جزء فيه بزيرو فانا مش محتاجه، يعني ممكن اقول من زيرو لباي على الستة 500 دي اوميجا تي، زائد من باي على الستة لحد باي على الزيرو، فخلاص الجزء ده انا مش محتاجه. يبقى انا محتاج اكامل على ايه، على 500 ديت من زيرو لباي على الستة. يبقى اقول ان هي 1 على باي، واطلع ال500 ديت بره افضل، وقولي ان انا هقول اوميجا تي من زيرو لباي على الستة. يبقى الكلام ده يساوي 500 على باي في ايه، في باي على الستة، هيطلع ب500 على ايه على الستة. يبقى انا كده جبت الاي نود بتاعتي 500 على الستة خلاص، كده جبت الاي نود بتاعتي. طب محتاج اجيب ايه بعديها؟ اجيب ال AN صح؟ مش ال AN كانت بتساوي ايه يا شباب؟ كانت بتساوي ايه؟ ال AN 4 على T، طالما even يبقى على نص الفترة من زيرو ل T على الاتنين F of omega T دي omega T خلاص. هقول برضو ان ال AN بتساوي 4 على 2 باي تكامل خلاص. بقى انا قلت الفترة بتاعتي 2 باي، وانا هكامل من زيرو لباي، بس من زيرو باي في جزء فيها بزيرو، فهقارن من زيرو الباي على الستة بس خلاص. مضروبة هنا في ايه، مضروبة في كوزاين ان اوميجا تي، فانا هقول ان 500 مضروبة في كوزاين ان اوميجا تي، وبقارن بالنسبة لدي اوميجا تي. طيب تكامل الكوزاين يا شباب بايه، بساين، بلي ان ب2 على باي، تكامل من زيرو لباي على الستة هنا في 500. وبعدين تكامل الكوزاين خلاص نسيبها دلوقتي، أكمل الخطوة الجاية. تكامل الكوزاين بإيه؟ بساين صح؟
وبعدين اقسم ايه ايه اللي جنب الاوميجا دي، هي الان، يبقى اقسم على الان. الكلام ده من زيرو لباي على الستة هيساوي 1000 على باي ان، بعدين ساين زيرو خلاص بزيرو، هيتبقى لي هنا ساين ايه يا شباب؟ ساين ايه باي ان باي على الستة، خلاص انا تبقى تبقى لي ساين ان باي على الستة، خلاص. يبقى دي كده يا شباب ال A N بتاعتي، خلاص قلنا ان ال B N بتاعتي بزيرو. يبقى ارجع اقول ان ال voltage equation بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ ال A node plus summation N من واحد لما النهاية ال A N cosine N omega t، خلاص. وال B N sine ان اوميجا تي ده خلاص بزيرو. يبقى الفولت اوف تي هيساوي ايه؟ الاي نود قلنا ان هو ب 500، كنا جبناها جوه بكام؟ 500 على الست، خلاص. يبقى 500 على الستة زائد بعدين 1000 على باي في ان مضروبة في ساين ان باي على الستة في كوزاين ان اوميجا تي، خلاص. الكلام ده في سمشن من ان بكام؟ بواحد لما لا نهاية، خلاص. هو عايز ايه بقى؟ كان طالب مني ايه؟ عايز الفولتج ابلايد على على الريزيستور، وبعدين عايز الفريكوينسي سبيكترا بتاعت الابلايد فولتج. اول حاجة ابدأ افك دي الفي اوف تي 500 على 6 زائد عوض بقى. بص شباب، ممكن تعمل طريقة كده ظريفة كده، تعمل تيبل. طبعا متعرفوا تعملوا تيبل على الكالكوليتر اهو. التيبل عامله ازاي؟ هقول ان انا عندي 1000 على باي مضروبة في ان، الان دي ولتكن هي الاكس بتاعتي، خلاص. وبعدين مضروبة في ساين، ساين ايه الاكس بتاعتي مضروبة في باي على الست، باي ده يا شباب اللي هي 180 بقى، خلاص. عشان انا هنا جوه الساين عشان تتحسب بالزاوية، خلاص شباب. وبعدين اديله الانيشال كونديشن بتاعتي بواحدة بواحد، وبعدين انتهي مثلا ولتكن عند ال 13 مثلا. الستيب بتاعتي واحد، أبدأ بقى اهي. اول حاجة أبدأ اقول عندي اول حاجة اللي هي 159 بوينت 15، بعدين مضروبة في كوزاين ايه؟ اوميجا تي بس. طيب واللي بعديها لما الاوميجا باتنين، لما الان باتنين سوري، تبقى كام؟ 137.83 مضروبة في كوزاين 2 اوميجا تي. طيب بعديها 106 خلاص ساين كوزاين، معلش سوري، 3 اوميجا تي. ها اللي بعدها 68.9 كوزاين 4 اوميجا تي. طيب واللي بعدها لما ال n بخمسة، 31.83 كوزاين 5 اوميجا تي. واللي بعدها عند الستة السادس بزيرو يا شباب، السادس بزيرو خلاص. بعد كده السابع في ماينس 22.74 كوزاين 7 اوميجا تي، والتمانية ماينس 34.45 كوزاين 8 اوميجا تي، والتاسع ماينس 35.37 كوزاين 9 اوميجا تي. كفاية كده، كفاية لحد التاسع يا شباب. عايز تكمل as you like يعني، هيبقى افضل يعني لو كملت 2 اوردر كمان ولا حاجة، خلاص. هو عايز هنا ايه يا شباب؟ عايز السبيكترم، صح؟ السبيكترا بتاعتي
عند الفريكونسي بزيرو يا شباب. شباب عشان شايف الكاميرا بس، عند الفريكونسي بزيرو ده الاوردر بتاعي 500 على 6 خلاص. طيب عند الفريكونسي بواحد اوميجا واحد بكام؟ مية تسعة وخمسين بوينت واحد خمسة. طيب عند اتنين اوميجا 137 بوينت تمانية تلاتة. طيب عند تلاتة اوميجا ها ب106 وهكذا شباب. عند أربعة أوميجا وعند خمسة أوميجا وعند ستة أوميجا بزيرو شباب. عند ستة أوميجا بزيرو، وبعدين تروح بعد كده سبعة أوميجا ما بتاخدش الماينس، ما بتاخدش الماينس، بتاخد الماجنتيود بس في السبيكتر خلاص. بعد كده تعمل عند السبعة أوميجا والتمانية أوميجا وهكذا. والسبكترا بتاعت المسألة دي غريب شوية بس خلاص، بس في معظم المسائل بتلاقي ظهر معاك الاود بس او الايفن بس، بس هو هنا بس ايه غريب شوية. يبقى كده جيت السبكترا بتاعته. عايز بعد كده الفولتج ابلايد على الريزيستور خلاص. طب اجيب الفولتج ابلايد على الريزيستور ازاي يا شباب؟ ها الناس تفكر كده. عايز بعد كده يا شباب الفولتج على الريزيستانس ديت اللي هي الاتنين كيلو اوم. ممكن استخدم الفولتج ديفايدر. لو انا هنا قلت ان الفولتج ديفايدر ادي الفي ار هنا صح؟ طب الفي ار دي اوف تي هتساوي ايه؟ هتساوي الار على الار زائد جي ان اوميجا في ايه؟ في ال صح؟ دي الاكس ال ومتغيرة في الفريكوانسي. طيب مضروبة في ايه؟ مضروبة في الفي وفي تي خلاص شباب. طيب اول حاجة محتاج اجيبها الدي سي كومبوننت بتاعت الار. بص يا شباب في الدي سي كومبوننت، في الدي سي مش ده بيبقى شورتد خلاص، يبقى الفولت اللي هيبقى ابلايد هيبقى هو الفولت ابلايد. يبقى فور الدي سي كومبوننت اللي هي بمعنى اصح الدي سي كومبوننت بتاع ده عندها عند الان بكام؟ عند الان بزيرو، فده هيروح فتبقى ار على ار، هيبقى هو نفس الفولتج اللي على الايه؟ اللي على الار. دي الدي سي كومبوننت بتاعتي. يبقى اول حاجه اقول له فور دي سي كومبوننت اللي هي الان بتساوي زيرو، ومن ثم الاوميجا بتساوي ايه؟ الان اوميجا بزيرو. يبقى الفي ار في الحاله دي بتساوي ايه؟ لو انتوا فاكرين يا شباب ان احنا لما كنا جبنا الدي سي كومبوننت بتاعت الفي كانت ايه؟ 500 على الستة صح؟ يبقى 500 على الستة فولت. طيب فور ان هارمونيكس اروح اجيب ايه بقى؟ لو انتوا شايفين كده زي ما هنا الفولت ار اوف تي هيساوي ايه في الحاله دي؟ هيساوي الار خلاص اللي هي كام؟ 2 كيلو اوم اللي هي 2 في 10 اس 3 خلاص بالاوم على ها ده كان ماجنتيود بقى يا شباب. ماجنتيود بتاعه ايه؟ جذر ايه؟ 2 في 10 أس 3 زائد إن الأوميجا هو مدهاني جيفن في المسألة بتاعتي 377 خلاص. بعدين في الأوميجا في ال بكام؟ ب10. الكلام ده تربيع بس على زاوية إيه بقى؟ تان إنفرس ها الإن أوميجا ال على الآر، والكلام ده مضروب في الفي اوف تي او الفي ان يا شباب. يبقى اروح اقول بقى ان الفي ار
اوف تي بتساوي ايه؟ الجزء الدي سي كان 500 على الستة. طيب احنا كنا فاكرين ان الفي اوف تي كانت 500 على الستة زائد سميشن من ان بواحد لما لا نهاية الف على ان باي ساين ان باي على الستة كوزاين ان اوميجا تي. هروح بالظبط الجزء ده كده هضرب فيه الجزء ده خلاص، يبقى اقول زائد 2000 على جذر 2000 زائد ان 377 في 10 تربيع وبعدين هنا مضروبة فيه 1000 على ان باي ساين ان باي على الستة كوزاين ان اوميجا تي خلاص. والزاوية ديت لو طلعت فوق تطلع بالايه؟ بالسالب خلاص، تبقى سالب ايه؟ تان انفرس ان اوميجا ال على الار. وفي هنا يا شباب سميشن من ان بواحد لما لا نهاية. طب اعمل ايه في الزاوية دي بقى؟ هتدخلها هنا مع الكوزاين خلاص. خلاص شباب، بعد ما دخلنا ايه، بعد ما دخلنا الزاوية جوه الكوزاين بالناقص تبقى ايه، هيبقى بالشكل دوت اهوت، ده المعامل بتاع الكوزاين، وبعدين مضروب في كوزاين ان اوميجا تي ناقص الزاوية دي، الزاوية دي اللي كانها ايه فاي ان خلاص. كأن يا شباب عملت ايه، كأن قلت ان ده عبارة عن معامل، ده كده اللي هو الفي عبارة عن معامل صح، اللي هو الاي ان على زاوية ايه يا شباب، على زاوية هنا زاوية زيرو، مضروب في معامل تاني اسمه بي ان على زاوية اللي هي تان انفرس كذا على كذا. طيب ما تضرب زاوية بزاوية وبعد كده ترجعها تاني تبقى ناقص ايه، تبقى كوزاين الزاوية بتاعتي دي ناقص الفاي ان. في طريقة تانية اسهل وهي تقريبا اللي انتم متعودين عليها، ان انت تروح تجيب الكرنت اللي هنا، الكرنت اللي هيطلع هنا اللي هو الاي اوف تي خلاص، تروح تعمل تيبل زي ما الدكتور عودكو، بعد تجيب الاي اوف تي تروح ضربه في الار، يبقى انت جبت الايه، جبت الفي ار على طول. هي هي هتروح تعمل كده، تقول ان انت عايز تجيب الزد، الزد عبارة عن ار زائد جي ان اوميجا ال خلاص. بعدين هتروح تعمل تيبل كده ظريف عند الان بتساوي زيرو، ها الاوميجا بتساوي زيرو، وبعدين الزد بتساوي ار اللي هي بتساوي 2000، وبعدين الزاوية الفاي ان بتساوي تان انفرس اللي هي ان اوميجا تي اللي هي زيرو بتساوي زيرو، دي اول زاوية. طيب وبعدين هتروح عند الان بواحد الاوميجا 377، وبعدين هتروح تجيب الزد بتاعتك، تروح تجيب الفاي ان بتاعتك او الفاي واحد بقى وهكذا، والان باتنين تجيب الاوميجا اتنين اللي هي اتنين 377، تجيب الزد اتنين، بعدين تجيب الفاي اتنين، هيطلع معاك في الاخر الاي اوف تي باي دي سي زائد، طبعا انت هتقسم الفي واحد على الزد واحد، ها مضروب في كوزاين اوميجا تي ناقص الفاي واحد، بعدين زائد الفي اتنين على الزد اتنين مضروب في كوزاين الأوميجا تي ماينس الفاي اتنين، في تلاتة على الزد تلاتة في كوزاين تلاتة، هنا كانت اتنين أوميجا تي ماينس الفاي تلاتة وهكذا. وبعدين تروح تقول إن الفي آر أوف تي هي عبارة عن آر في أي أوف تي، تضرب الار في الكلام ده خلاص هيطلع معاك هو هو ده بالظبط اللي احنا كنا مطلعينه فوق، لان هي الزد برضو هنا هي عبارة عن جذر الار تربيع زائد
الأوميجا ال تربيع مضروبة في ال ان في الأوردر، هيطلع نفس الناتج بالظبط. انت حاول تعمل دي مع نفسك وتشوف السيريز اللي هتطلع من هنا، السيريز اللي تطلع من هنا من الاي خلاص، وبعدين تشوف السيريز اللي احنا طلعناها هنا بالشكل ده. انت هتفك دي طبعا، تعمل تيبل وتفك ده وتطلعها عبارة عن سيريز عشان تبقى اسهل يعني. كده المسألة ديت خلصت. في مسألة تانية برضو جات السنة اللي فاتت، اهيت عايز ايه هنا بقى، مش هيخليك تجيب الفيرت سيريز. هو هنا مديك الفولتج بعد ما جابه، بعدين ومديك السيركت بتاعتك، بعدين عايز الاي ار ام اس والفولت ار ام اس، وبعدين عايز الافريج باور. خلاص نجيبها ازاي بقى؟ بسيطة جدا يعني. اول حاجة انت ممكن تجيب من هنا على طول ايه ال VRMS، عبارة عن ايه، جذر 60 تربيع زائد 30 تربيع على 2 زائد 10 تربيع على 2، خلاص يبقى انت كده جبت ال VRMS هيطلع تقريبا 64.0 فولت. خلاص طيب، محتاج بعد كده اجيب ال I صح؟ طب انا عشان اجيب الفولت محتاج ان انا اجيب الزد، لان اقول ال I of T هو عبارة عن ال V of T على ال Z. خلاص يبقى انا هتروح تعمل التيبل بتاعك، بس محتاجين يعني اسرع الاول انك تجيب ال I DC. يعني اول حاجة محتاج اجيبها ال DC component. في حالة ال DC يا شباب الاندكتور بيبقى ايه، شورت سيركت، والكاباستور اوبن سيركت. يعني انا هعمل شورت سيركت هنا وهعمل اوبن سيركت هنا، وبعدين هيبقى عندي الحاجة الوحيدة هي ايه، الار صح، اللي هي 6 اوم، ويبقى عندي الفولت الدي سي بتاعي بكام بقى، الفولت الدي سي اللي هو بكام، ب60، الجزء الدي سي بس ب60. يبقى الاي دي سي هيساوي ايه، الفي دي سي على الار اللي هي 60 على 6، اللي هو يطلع 10 امبير. خلاص يا شباب، والدي سي ده اللي هو عنده ايه، الاوميجا بزيرو، او ممكن تجيبها من التيبل على طول يعني، بس هي هنا كده اسهل على طول. يبقى انت كده جبت الاي دي سي، جبت الاي دي سي بتاعك اللي هو الجزء الايه، الدي سي اللي موجود في الويف فورم. طيب نبدا بعد كده تعمل التيبل بتاعك. محتاج تجيب الزد الاول، تجيب فورمال الزد. الزد عباره عن ار زائد الاكس ال توازي مع الاكس سي، اللي هي عباره عن ايه، 6 زائد الاكس ال عباره عن ايه، بداله الان جي اوميجا ان في ال، وبعدين الاكس سي سالب جي على ان اوميجا سي. وبعدين اقسم الكلام ده برضو، جي اوميجا ان في ال ناقص جي واحد على ان اوميجا سي. الكلام ده هتروح تختصره شوية، هيطلع معاك الزد بتساوي 6 زائد جي اوميجا ان على اوميجا ان تربيع في ال سي ناقص 1. خلاص دي كده الزد بتاعتك. الزد دي هتطلع عبارة عن، كل مرة هتطلع عبارة عن زاوية وماجنتيود. خلاص زاوية وماجنتيود. يبقى انت محتاج تروح تقول تعمل تيبل كده. خلاص وهبدأ اول حاجة عند الان بواحد، ها هتروح تجيب ايه، الزد واحد. لما نيجي نحسب هنا كده عند الان بواحد، سواء نحط هنا الان بواحد، فهنقول ان نعمل آلة كومبلكس الاول، هنقول ان هي 6 بلس، ها الان بواحد، والاوميجا بتاعتي بكام، هو مديني الاوميجا بألف تي صح، دي الاوميجا 1. خلاص يبقى الاوميجا بتاعتي بكام، بألف، يبقى 1000. والان انا عندي اول حاجة الان بواحد، بعدين في اي على 1000 واحد تربيع في ال ال، ال مداني بستة ملي هنري، بستة في 10 أس سالب 3، وبعدين السي 500
ف10 اس سالب 6 انا مديهاني بالمايكرو كده ناقص 1. تجيب بقى الزاوية والماجنيتيود بتاعه، ماجنيتيود تقريبا ب 500، ها والفاي واحد بكام؟ 89.3 درجة. خلاص هتروح تجيب من هنا على طول ايه؟ الاي واحد، ماشي، بكام بقى؟ بالفي واحد على الزد واحد. الفي واحد لو احنا رجعنا كده بكام؟ ب30. خلاص ب30 على الزد واحد اللي هي بكام؟ ب500. بعدين اللي بعدها تروح تجيب عند الان ب2، في الحقيقة هما 2 بس، يعني جيب الزد 2، تروح تعوض 6 زائد. بص يا شباب، انا كنت بقول الجزء الدي سي اللي هو عند الان بزيرو، صح؟ انت هنا عند الان بزيرو، لو انت عوضت هنا بزيرو يبقى الجزء ده كله راح، فانت جبت الزد عند الان بزيرو ب6. طب وتقسم والفي دي سي بكام؟ كان ب60. طب 6 على ال60 اللي هي جبناها اللي هي ايه؟ ب10. ممكن تجيبها ضمن التيبل بتاعك او ممكن تجيبها قبل التيبل، بحيث ان ايه، ان انت تعمل ال ال بيبقى شورت سيركت والسي اوبن سيركت. ماشي، هنجيب الزد 2 هتبقى 1000 في 2 في اي على 1000 في 2 تربيع في ال اللي هو كان مداني ب6 في 10 اس سالب 3 500 في 10 أس سالب 6، الكلام ده ناقص 1 هيطلع ب100، ب88، بكام؟ ب181.9، والزاوية التانية هتطلع ب88.1. يبقى راح أجيب الأي 2 بكام بقى؟ في 2 على زد 2، في 2 بكام؟ مدهاني بكام هنا؟ ب10. خلاص يبقى 10 على الزد 2 انا جبتها ب181.9. يبقى انا كده جبت الفورم بتاعتي اللي هي الاي اوف تي، صح؟ الجزء الدي سي بتاعي بكام؟ جبناه ب6 زائد جزء الاي سي بكام؟ هنقول بقى ليه جبناها الاي واحد ب30 على 500 على ساين 1000 تي ناقص الفاي واحد بقى، الفاي واحد بكام؟ 89.3، بعدين زائد 10 على 181.9 ساين 2000 تي ناقص الفاي 2 اللي هي 88.1. خلاص بعد كده طالب مني يا شباب ان انا اجيب الاي ار ام اس، اجيب الاي ار ام اس. يبقى الاي ار ام اس عبارة عن جزء الدي سي تربيع زائد 30 على 500 ديت تربيع على 2 زائد الجزء ده اللي هو 10 على 181.9 تربيع على 2. يبقى انا كده جبت الاي ار ام اس شباب، انا مطلع قيمته طلع تقريبا ب 10.55 امبير. خلاص بعد كده في طريقتين تروح تجيب بيهم باور، بس اسهل طريقه هنا ان انت هتروح تقول له ايه، هتضرب الاي ار ام اس تربيع. خلاص تضرب الاي ار ام اس تربيع في الار، والار هو مديهالك ب6 واحنا جبناها ب10 بوينت 10.5 تقريبا، هيطلع معاك الرقم دوت. خلاص اللي هو 668 واط. المسألة دي برضو جت السنة اللي فاتت، في مسائل هنا في الشيت في الحقيقة نعدي عليها على طول كده يعني. وانت هو بصراحة يا شباب المسائل اتسولفت أهم بكتير من الشيت، بس برضو هنقول أفكار الشيت كده عشان نعدي عليها كده سريعا عشان ما نبقاش برضو سيبناها. في المسألة هنا أول مسألة بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أنا alternating voltage
ومديني الفولتج بتاعي خلاص، مديني ان هو مديني السي خلاص. يبقى ده اول حاجة، الفولت اوف تي عبارة عن 100 ساين اوميجا تي بلس نص زائد 20 ساين 3 اوميجا تي ماينس 2 من 10 زائد 10 ساين 5 اوميجا تي بلس 1.5. انا اعتقد النص ديت وال2 من 10 وال1.5 ديت هي بالريديان. وبعدين قال لي ان انا حطيت الفولتج ده اكروس كاباستنس، محتاج ان انت يعمل ديريفيجن للكرنت بتاعي. هنا مش محتاج تعمل تيبل وتروح تجيب الزد، لان هي الزد هو في عنصر واحد. واحنا لو انت فاكر ان الاي اوف تي على الاليمنت سي كان بيساوي ايه، سي دي في باي دي تي صح؟ فانت هتروح تشتق هنا، تضرب في السي وتشتق دوت بالنسبة للتي، بنقول الاي اوف تي عبارة عن ايه، ها المية السي طبعا هنضربه في الاول خالص اللي هو ب 30 في 10 اس سالب 6 مضروب في المعادلة كلها. بعدين بقى ديريفيشن مشتقة الساين بكوزاين صح، يبقى نشتق ده بالنسبة للتي خلاص. وبالنسبة للتي بقى احنا هنضرب الأوميجا بره يا شباب، أو ممكن تقول إن أنت ده عبارة عن الإكس خلاص، ممكن أقول إن ده عبارة عن إن أوميجا سي دي في باي دي أوميجا. وخلينا في الطريقة اللي أنت متعودين عليها، إن هو إحنا هنشتق هنا بالنسبة للإيه؟ للتي خلاص. فأنا هقول إن هو 100 تبقى مضروبة في الأوميجا، ومديني الأوميجا ب 314، يبقى أنا بعرف إن الأوميجا ب 314. بعدين مضروبة في الأوميجا، بعد كده مشتقة الساين بكوزاين أوميجا تي ماينس نص، بعدين بقى زائد 20 تبقى في إيه، 3 أوميجا كوزاين 3 أوميجا تي ماينس 2 من 10 زائد 10 في 5 أوميجا كوزاين 5 أوميجا تي ماينس 1.5. خلاص يبقى انت كده جبت التيار. وبعدين عايز ال RMS value بتاعة التيار دوت، تبدأ تضرب ده جوه وتجيب ال IRMS. بص شباب، الجزء التيار هنا ما ظهرش فيه دي سي، لان انت في حالة الدي سي الكاباستور بيبقى اوبن سيركت، يبقى الاي دي سي بكام؟ بزيرو. فمفيش اي دي سي في حالة ان يبقى فيه كاباستور في السيريز في الدايرة يعني. يبقى جزء الدي سي مش موجود، يبقى الكلام دوت تبدأ بقى تفك ديت، تبسطها شوية، تضرب ده جوه في كل عنصر، وبعدين تعوض عن الأوميجا ب 314، وتجيب بقى الأي واحد والأي اتنين والأي تلاتة، وتضرب بقى الأي واحد تربيع على الاتنين والأي اتنين تربيع على الاتنين، اللي هو يبقى أي تلاتة في اتنين مفيش هنا اتنين، وأي خمسة تربيع على الاتنين خلاص. كانت سهلة المسألة ديت، مفيش أي حاجة. المسألة اللي بعدها بيقول لي إيه، عايز الفولتج بتاعي مديهوني اهوت بالشكل ده، وبعدين مديني السيركت بتاعتي اللي هي ار ب 100 والال بنص وان سيريز، وعايز الباور فاكتور لو الاوميجا بتاعتي ب 100 باي، ها اعمل ايه؟ الناس تفكر كده. بص شباب، المسألة رقم 7 في الشيت، مديني الفولت بتاعي ب 100 ساين اوميجا تي زائد 100 ساين 3 اوميجا تي، ومديني ان انا عندي ار ب 100 اوم، ومديني ال بنص هنري الفي اوف تي بتاعتي. اول حاجه تعملها تروح تجيب الدي سي كومبوننت بتاعتك اللي هي عند الاوميجا بكام؟ بزيرو. عند الاوميجا بزيرو ال L مش موجودة خلاص، فهتبقى موجودة ال R بس. يبقى ال I دي سي بكام؟ بال V دي سي على كام؟ على ال R صح؟ طب وال V دي سي مش موجود أصلا، مفيش
مفيش في دي سي عندي، مفيش كومبوننت، يبقى الاي دي سي بكام؟ بزيرو هو كمان. طيب تاني حاجة تروح تعمل ايه؟ تروح تجيب الزد بتاعتك، يبقى 4 ان هارمونيكس. هتروح تقول عند ال n بتساوي 1، تروح تجيب الزد بتاعتك. طبعا الزد هنا عبارة عن r زائد j n اوميجا l، خلاص، اللي هي عبارة عن جذر r تربيع زائد n اوميجا l كل تربيع على زاوية tan inverse n اوميجا l على r، خلاص. فتروح تجيب الزد 1، وبعدين هتروح تجيب الفاي 1، وعند ال n بكام؟ وهنا مداني ب3، خلاص، يبقى انت مش محتاج غير العنصر التالت بس. يبقى عند ال n ب3 تروح تجيب الزد 3 وتجيب الفاي 3، ومن هنا هجيب الاي 1 والاي 3. يبقى انا جبت الاي اوف تي عبارة عن اي دي سي اللي هو في الحقيقة طلعناه بزيرو، والاي 1 ها ساين اوميجا تي ناقص الفاي 1 زائد الاي 3 ساين 3 اوميجا تي ناقص الفاي 3. طب هو عايز الباور فاكتور، اجيب الباور فاكتور ازاي؟ في الحاله دي احنا هنروح نجيب الباور بتساوي الاي ار ام اس تربيع في الار، يبقى انا كده جبت الباور. وبعدين راح اجيب كيو بكام؟ الكيو ها تبقى الاي 1 في الفي 1 على الاثنين في ساين الزاويه بينهم، ساين الزاويه بينهم اللي هي 0 ناقص ناقص فاي 1 تبقى ساين فاي 1. بعدين زائد الاي 3 في الفي 3 على الاثنين في ساين الفاي 3، خلاص. يبقى انت كده جبت الايه؟ الكيو. معلش ما كانتش واضحه ديت. هنجيب الاي 1 في الفي 1 على الاثنين في ساين الزاويه بينهم، الاي 3 في الفي 3 في ساين الزاويه بينهم. وبعدين الباور فاكتور هو كوزاين الفاي، خلاص. واحنا لو فاكرين ان دي كانت الفاي وده كان الكيو وده كان البي، طب اجيب الفاي ازاي؟ تبقى كوزاين ايه؟ تان انفرس الكيو على البي، خلاص. يبقى انا جبت الباور فاكتور بتاعي يا شباب. طيب المسألة اللي بعدها عايز ايه هنا؟ بيقول لي ان انا عندي دي الفولتج بتاعي وده الكرنت بتاعي، مديني الفولتج والكرنت، وبعدين كالكوليت الباور والباور فاكتور، خلاص شباب. هو عايز الباور والباور فاكتور زي اللي قبلها بالظبط. وهتروح تاخد الفي 1 دوت، ده الفي 3، تضرب الفي 1 في الاي 1 على الاثنين، وبعدين زائد ها سالب 50 في الاي 3 بكام؟ في 5 على الاثنين، خلاص. بس في كوزاين الزاويه بينهم بقى يا شباب، كوزاين الزاويه اللي ما بينهم. هو هنا مش مديك الار عشان تروح تجيبها، خلينا نقول هنا كده على طول، هتبقى الباور عبارة عن ايه؟ 100 ها في الاي 1 ب10 تبقى 100 في 10 ها على الاثنين في كوزين الزاوية اللي بينهم اللي هي كام؟ زاوية الفولت 60 ناقص الزاوية بتاعت التانية ناقص 60، بعدين زائد ها سالب 50 في 5 على الاثنين كوزين الزاوية اللي ما بينهم بقى كام؟ اللي هي سالب 15 ناقص 60، صح؟ بعد كده هتجيب الباور وتروح تجيب الكيو، تبقى 100 في 10 على الاثنين في ساين الزاوية اللي ما بينهم 60 ناقص 60 زائد سالب 50 في 5 على الاثنين في ساين سالب 15 ناقص 60. فانت كده جبت الكيو. وبعدين عايز الباور فاكتور، قلنا برضو ان الباور فاكتور هو كوزاين والزاوية بتاعت كوزاين فاي هي تان انفرس الكيو على البي، خلاص. بعد كده تاني مطلوب بيقول لي ايه؟
only the magnitude of the third harmonic current is varied. What would be عايز يخلي ال power factor التوتال بتمانية من عشرة لو ال I تلاتة. أنا يعني أخلي ال I تلاتة ده بكام عشان أخلي ال power factor التوتال بتمانية من عشرة. أنت هنا هتعتبر إيه؟ مش ده كان ال I تلاتة اللي هو الخمسة؟ تعتبره مجهول I تلاتة، تعتبره هنا مجهول I تلاتة. وبعدين هتيجي تقول إن ال power factor أنت عايز تخليه تمانية من عشرة، وكوساين تان انفرس، ها الكيو بقى هتبقى في الحاله ايه دي؟ هتبقى معادله، المعادله دي اللي هي رقم اللي هو كان 100 في 10 على 2 اللي هو 1000 على 2 500 في ساين 0. ساين 0 طبعا بايه؟ 0. فالجزء ده مش هيبقى موجود خلاص، يبقى الجزء اللي هيبقى موجود اللي هو يبقى سالب ايه؟ ساين سالب 75 في سالب 50 في النص، هيتبقى لي 24.15 اي 3. والبي في الحالة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ 500 في كوساين 0 بواحد، كوساين 0 بواحد تبقى 500، ها هنا كوساين سالب 75 في 50 في نص، هتبقى ناقص 6.5 اي 3. خلاص شباب، بقت معادلة في مجهول واحد اللي هو اي 3. تروح تجيب الاي 3، هو ده الماجنتيود اللي هو عايزه بتاع السيرد هارمونيك خلاص، عشان يخلي الباور فاكتور ب 8 من 10. طب المسألة اللي بعد كده بيقول لي لو انا عندي two currents flow towards certain junction، لو انا عندي junction كده وبعدين في current I واحد و current I اتنين، عايز ال total current اللي هو ال I total ده. find the equation of current leaving the junction، وبعد كده what is the effective value of each of three currents، وعايز ال RMS value بتاع ال 3 currents. طبعا ال RMS value انت هتقول ان ال I واحد RMS جذر 20 تربيع على الاتنين زائد 10 تربيع على الاتنين زائد 5 تربيع على الايه؟ على الاتنين. وال I 3 تبقى 15 تربيع على الاتنين جذر بقى 15 تربيع على الاتنين زائد 10 تربيع على الاتنين وهكذا. طيب انا عايز اجمع الاتنين currents دول، اجمعهم ازاي؟ عشان اجمع بقول ال I total بتساوي ال i واحد زائد ال i اتنين. بس في الحقيقة هنا أنا بجمع i of t، يعني مش بجمع magnitude، فمش هينفع أجمعهم هما بالشكل ده، لازم أخلي ده يعني أقول هنا i total صح؟ هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ هيبقى عبارة عن اي واحد هنا اي واحد زائد اي اتنين اوف تي. خلاص تبدأ تجيب بقى ان اي توتال ده هيبقى عبارة عن اي واحد في ساين اوميجا تي ناقص الزاوية زائد اي اتنين ساين اوميجا تي تلاتة، وهنا اي اتنين بقى اتنين عشان هو عندي اللي هنا اتنين، عندي السكند هارموني ناقص الزاوية زائد اي تلاتة ساين تلاتة اوميجا تي ناقص الزاوية. خلاص عشان اجيب ده واجيب ده واجيب ده يبقى ده بيساوي اول هارمونيك في الاي واحد زائد اول هارمونيك في الاي اتنين. طيب او بص هنا الاولاني في زاويه كوزاين والتاني في زاويه ساين، يبقى لازم اخلي الاتنين زي بعض عشان اقول ان هو في البولار فورم بقى، البولار فورم
يبقى اقول ان الاي واحد هو عبارة عن ايه بقى؟ 20 على زاوية 30. خلاص، دي اول فاندمنت. والمقابل ليها اي واحد بتاع واحد، واي واحد في اتنين عبارة عن ايه؟ 15. ينفع اقول على زاوية زيرو؟ مينفعش. ليه بقى؟ لان هنا كوزاين، احولها الاول لساين، الفرق بين كوزاين والساين 90 درجة، يبقى على زاوية كام؟ 90. خلاص يا شباب. وبعدين يبقى انا اقدر اجيب الاي واحد ده، صح؟ يبقى الاي واحد ده عبارة عن كام؟ 20 زائد 15، 20 على زاوية 30 زائد 15 على زاوية 90. يبقى الاي واحد ده بتاع التوتال 20 على زاوية 30 زائد 15 على زاوية 90، شوف هيطلع كام. وبعدين الاي واحد الاي اتنين بتاع واحد بكام؟ سالب 10 على زاوية سالب 30، والاي اتنين اتنين بكام؟ ب10 على زاوية سالب 60، والفرق بين الكوزين والساين كام؟ 90. يبقى سالب 60 زائد 90 ب30. خلاص، يبقى الاي اتنين في توتال سالب 10 على زاوية سالب 30 زائد 10 على زاوية 30. يبقى انا كده جبت الاي اوف توتال. خلاص شباب، وراح اجيب ده برضه، الاي 3 1 بكام؟ ب5 على زاوية سالب 40، والاي 3 10 على زاوية 50، والفرق بين الكوزين والساين 90، يبقى 50 و90 كام؟ 140. خلاص، يبقى انا كده جبت الاي واحد. معلش شباب، ما كنتش شايف بس هو مش بيصور. فهنا كده جبت الاي واحد والاي اتنين والاي تلاتة، اللي هم دول واحد واتنين وتلاتة. بعد كده راح اجيب الاي توتال ار ام اس اللي هو كان طيب. اخر مسألة يا شباب بقى، هو عايز ايه؟ مديني الفولتج ويف فورم بتاعتي، بعد كده عايز الاميتر ريدنج والتوتال بار ديسيبيتد والافكتيف فاليو اوف فولتج دروب اكروس الاندكتنس، اولسو فايند الايكويشن اوف كارنت ويف. الاميتر ريدنج هنا شباب، انت هتروح تجيب الفاليو بتاعه الكارنت ويف دي، هتروح تجيب المعادله بتاعه الكارنت، خلاص، اللي هي اي دي سي زائد اي واحد في ساين أوميجا تي ناقص فاي واحد، بعدين اي تلاتة في ساين تلاتة أوميجا تي ناقص فاي تلاتة، واي خمسة ساين خمسة أوميجا تي ناقص فاي تلاتة. هتروح تعمل التيبل بتاعك، خلاص، وتجيب عند ال ان واحد الزد واحد والفاي واحد وال ان تلاتة والزد تلاتة والفاي تلاتة وال N 5 وال Z 5 وال Phi 5. وهنا ال Z بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ ال R زائد J X L زائد ال X C ناقص ال X C، خلاص، اللي هي R زائد J ان اوميجا ال ناقص واحد على ان اوميجا سي. خلاص، يبقى الزد بتاعتك كماجنتيود هي عبارة عن جذر الار تربيع زائد ان اوميجا ال ناقص واحد على ان اوميجا سي تربيع، والزاويه بتاعتك تان انفرس ان اوميجا ال ناقص واحد على ان اوميجا سي على الار بتاعك. والاي دي سي بتاعك يا شباب هيبقى بزيرو. ليه بزيرو؟ لان انت
لو جيت تعوض هنا عند الدي سي، في حالة الدي سي هيبقى ده اوبن سيركت وده شورت سيركت، ففي اوبن سيركت مفيش تيار، يبقى الاي دي سي ده هيبقى بزيرو. قلنا طالما في سي ان سيريز في الدايرة خلاص، فالاي دي سي هيبقى بزيرو. تبدأ تجيب الثلاثة ايكويشنز دول. طيب وقراءة الاميتر، الاميتر بيقرا ار ام اس فاليو يا شباب، بيقرا ار ام اس فاليو، يبقى الاي اميتر هيساوي الاي ار ام اس خلاص. وبعدين عايز الباور خلاص، يبقى الباور بتاعتي الاي ار ام اس تربيع في الار. وبعدين عايز الفولتج دروب اكروس الاندكتنس خلاص. شوية الفولتج دروب على الاندكتنس هيساوي ايه؟ ال V هيساوي ايه؟ ال دي اي باي دي تي صح؟ وانت جبت الاي اللي بيمشي في الدايرة، يبقى انت تضرب ال L في ال دي اي اللي انت جبته دوت بالنسبة لل T. خلاص كده يا شباب، ان شاء الله المرة الجاية اشوفكم على خير. نكمل لابلاس. السلام عليكم.